ونرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر. انا ايمن، وتحياتي لكل الساده المشاهدين ونجومكم الكبار كابتن شريف والكابتن علاء والكابتن اسامة عرابي والكابتن عادل مصطفى. اهلا بيك كابتن. في البدايه طبعا بنقول مبروك النادي الاهلي، جماهير، لاعبين، اجهزه فنيه، مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. اداء كره قدم متميز، اداء فيه روح وفيه متعه، في الحقيقه طبعا استمتعنا كلنا باداء النادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله التوفيق في للكره المصريه بشكل عام في الفتره اللي جايه. وبشكر طبعا تحت شكر التقدير لكل مؤسسات الدوله على الدعم والمسانده والقرار اللي هم خدوا بيه عوده النشاط. طبعا كان قرار صائب، ودينا شفنا المستوى، اعتقد مستوى متميز لجميع الانديه اللي موجوده. في البدايه هنروح للطاقم التحكيم كابتن ايمن، ونشوف النهارده كان عندنا طاقم تحكيم بقياده الحكم الدولي امين عمر. فكره امين عمر مرشح للكاس العالم 2018، من ضمن الحكام المرشحه لكاس العالم 2018. كان معاه على المساعدين اسامه عبد اللطيف رقم واحد، ومساعد رقم ثاني، رقم اثنين كان تامر سمير، والحكم الرابع عمرو فتاح، كان على الفار عمرو الشناوي ومحمود ناجي. نروح لي انا بس يعني حابب ان كنتوا حضراتكم تكونوا معايا عامل مقارنه في حالتين، وده درس تعليمي مش بس للثقافه الجماهيريه، لكن ثقافه لكل العناصر اللعبه، ومن ضمنهم الحكام اللي موجوده بتتفرج علينا في الحالتين دولت. كابتن ايمن نتكلم بالاعتبارات بتاعه الحالتين ونشوف الفرق بين الحاله الاولى والحاله الثانيه. هروح للحاله الاولى ونشوف هنا كره مشتركه ما بين عمرو جمال والحارس. نشوف هنا طريقه الدخول هنا من اللاعب، هل هنا عمرو في اللعبه ديت كابتن هنا استخدم القوه الزايده، يعني الاسترزات راحت برجليه مفروده وكان في نيه ايذاء، ولا هو لما راح رجليه لم رجليه شويه، بطأ رجليه شويه، وبالتالي بنتكلم في تنزل عقوبه من استخدام قوه زايده للتهور، لان هو كان هنا ايه بنتكلم في سرعه ما كانتش موجوده في القوه، ما كانتش موجوده، هو بردك لم رجليه شويه، سنه دي خففت من الرجل اللي رايحه في حارس المرمى. يبقى هنا حتى هنا الحكم هنا اشهر بطاقه صفراء، وانا بمشي معاه في القرار بطاقه صفراء وانذار صحيح من الحكم امين عمر. نشوف الحاله الثانيه اللي جايه، وده المقارنه اللي انا بتكلم فيها كابتن علاء كابتن شريف. بنشوف هنا الفرق ما بين الحاله دي والحاله اللي جايه ديت. شوف هنا محمد نصف هنا استخلص، وبعدين كان تعليقنا هنا وتعقيبنا كابتن على اساس انها بطاقه حمراء. فين؟ في اللعبه دي. ما انا جاي فيها كابتن، يعني انا بعمل مقارنه بين دي وبين دي، وهروح للفار يعني هنحكي فيها شويه. ماشي. نشوف هنا احنا قلنا الكره دايما بتبقى على الارض كابتن علاء، فانت بتلعب على الارض يبقى الرجل بتبقى ايه؟ نازله تحت. عمر ما لعب قبل الواحد يلعب كره ورجله مرفوعه، دي نمره واحد. يبقى انا بقول هنا في نيه ايذاء، نيه ايذاء، هنا بنروح لاستخدام قوه زايده، ليها معايير عندنا كابتن. نشوف المعايير هنا، اولا اللاعب استخدم استرزات القدم، كان هناك في قوه، رجل مفروده، تمام. هروح بس لاستخدام القدم، نرجع كده في اللقطه اللي هي القدم الثابته للعربي بدر، نروح نرجع تاني ليه. تمام، بنتكلم في كابتن علاء تاني، بنتكلم فين اللعب؟ اللعب هنا، الكره على الارض، اللاعب راحش على الارض، ولكن اللاعب هنا هروح شوف هنا بس كابتن عباس وهو رايح بيكلمه، هقف هنا كابتن علاء ونتكلم هنا. الكره المفترض الرجل بتبقى بتنزل تلعب الكره على الارض، صح؟ مظبوط. لما اللاعب يروح بالقدم دوت يبقى هنا في حاجه اسمها نيه ايذاء، هنا ما بيلعبش كوره بقى. طب ايه هي معايير استخدام القوه الزايده؟ بنقول معايير استخدام القوه الزايده نمره واحد القوه، السرعه، هنا بنتكلم في الستارز، رايح في مكان مش محمي، خلي بالك هنا مش محمي، يعني هنا صح. فوق هنا ضربات اللي فوق ده في الركبه سهله قوي قوي، دي رجل ثابته، يعني كل المعايير كابتن ايمن في هذه الحاله حاله بطاقه حمراء مباشر. صحيح. انا النهارده بروح للفار، امين عمر يمكن في الملعب ما شافش تفاصيل وهمشي معاه، ولكن عندنا الفار. طب والفار ما هرجع ليه؟ لا انا استوقفه، الفار ما ساعدوش ليه؟ تاني الفار كلمه يا كابتن، مش كابتن؟ نعم. وهو بيدي الانذار كان في محادثه مع الفار ساعتها. بالظبط، هو احنا مش عارفين بقى الفار، هو قال له احتمالية بطاقه حمراء، هل امين قال له لا انا شايف ان هي صفراء، ولكن انا باخد بالقياس حاجه مهمه جدا جدا. هذه الحاله لو احنا جبنا في الفيديو وفي الكلاس 20 حكم وقلنا الحاله دي ايه، ال 20 هيقولوا بطاقه حمراء.
لكل المعايير استخدم القوه الزائده في هذه الحاله كابتن اسامه، وبالتالي مفيش فيها فصال. الحكم ما شافش تفاصيل، ولكن الفار كان يجب عليه ان هو يستدعي الحكم. مظبوط. ولو حصل قبل كده على فكره مع ديانج بالظبط كده، الي ديانج كان عنده ماتش الجونه، في ماتش الجونه والفار قال له ارجع بالظبط كده. هو الي ديانج نفس الشيء، الحكم اشهر الصفر. طيب معاك يا كابتن علاء؟ انذار لغاه. وبعدين الفار هنا عمل مراجعه وقالوا لا تعالى انت شوف الحاله وبنفسك. الحكم راح. انا مستغرب ان هو بيديله الانذار دلوقتي. ايوه. بعد كده ما تمشي الصوره. هتلاقي ان الفار شغال كلام معاه. بالظبط كده. يعني الحديث ده ما كانش فيه، احنا ما نعرفش هو ايه اللي اتقال، ولكن احنا المفترض احنا بنتكلم في قياس وتوحيد القرارات. زي ما الحكم جاب الفار، جاب الحكم في لعبه الي ديانج، وقال ديانج خد كان واخد الصفرة ورجع خد الحمراء. انا شايف ان هنا دي حاله من الحالات اللي هي قطع حمراء مباشره. بص بيتكلموا زي يا كابتن هنا. زي ما قلت هو امين ممكن ما يشوفش الرجل والاستاذ رايحه فين، ولكن الفار ما هو شايف. كان يجب على الفار ان هو يستدعي الحكم، وعلى الاقل كان الحكم مفروض يروح للمفار، لان هنا بقول هنا تعمد ازاء ونيه ازاء موجوده، قطع حمراء هنا مفروضه. على يا استاذ بيجيب المليون يعني. على يا استاذ بيديله الانذار. هقول لك يا كابتن شريف، احيانا في الملعب هي يعني اللقطه اللقطه يا كابتن ايمن، انت كنت حكم، ممكن ما تبانش زي ما احنا شايفينها. مظبوط. احنا عملنا الفار ليه؟ الفار هو اللي شاف. صح. واللقطه تبقى واضحه للفار. كان يجب على الفار ان هو يجيب الحكم. كابتن ناصر يعني الحق يقال. انا لما ايمن، عشان برد على كلام الكابتن شريف، لما اللعبه جت انا قلت له دي عاديه انذار. انا قلت لك ايمن قال لي دي طار، فلما تعادت تمام شفتها بوضوح كده، لكن بالزبط. انا فعلا بالزبط. كنت متخيل زي ما انت بتقول ان هي نازله على الارض عادي. بالظبط. تاني بنقول ان الرجل كانت عاليه هو وكان في نيه ازاء، وكان في كل العوامل الموجوده في البطاقه الحمراء، ولكن طبعا القرار مش مؤثر قوي، اللي احنا النادي الاهلي كسب 3-0 والقرار مش مؤثر في نتيجه المباراه. هنروح للحاله اللي بعد كده ونشوف التميز الرائع من الحكم مساعد رقم 2 اللي هو تامر سمير. كابتن عين حكم مساعد رائع رائع رائع. ليه؟ انا بقيس النهارده الحكم مساعد، نقف لحظه التمرير ونشوف التمركز الحكم المساعد. كابتن علاء الحكم الشاطر اللي هو عنده تمركز لحظه التمرير، ونقف بس بعد اذن حضرتك نقف الزاويه. ايوه ايوه هي دي نفس الخط لحظه التمرير بالظبط. كابتن انا هنا عشان احكم على حاله ودعم قرار الحكم المساعد لابد ابص على التمركز، لان التمركز لو خطوه شمال او يمين يفقد الحكم التركيز. اولا تامر سمير مع اخر تاني مدافع رابط كويس قوي 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 لحظه اللعب من اللاعب والموقف، حاله من الحالات الصعبه جدا جدا يعني. امتياز، هدف صحيح لكهرباء، لا توجد شبه تسلل، وبالتالي انا بحيي تامر سمير. ودي مش اول حاله على فكره، عنده اكثر من حاله، ولكن احنا جبنا الحاله ديت عشان نقول ان ده هدف سليم لمحمود كهرباء. برافو تامر سمير وبرافو الاداء اللي هو عمله النهارده. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف عندنا اسامه لطيف الحاله الثانيه. هنا عمرو جمال استلم واسامه عبد اللطيف الحكم مساعد رقم 1 امتياز ايضا، ونشوف الموقف لحظه التمرير، هنلاقي ان هنا اللاعب في موقف تسلل بس الثانيه اصعب. انا هقول بقى ايه حاجه مهمه، برافو عليك كابتن ايمن، الحاله الاولانيه صعبه جدا، وبالتالي هو الحكم خلى اللعب يتواصل صح واحتفظ بالقرار، عمل دليل القرار. هنا بقول له اسامه الحاله واضحه يا اسامه، ما كانش يجب انك انت تعمل ديلي وبعد ترجع ترفع. هنا الحاله واضحه، واعتقد عمرو جمال واضح قوي قوي هنا في التسلل، كان يجب على الحكم المساعد اسامه ان هو يرفع على التسلل، ولكن انا بقول في الاخر خالص كان قراره صحيح بالتسلل. نروح نشوف الحاله اللي بعد كده ونشوف هنا يعني قمه اللي هنا. شوف امين عمر، هرجع تاني بس مهم جدا، هرجع تاني معلش يا كابتن سمير. يعني ايه؟ شوف الحكم النهارده امين عمر عمل كل حاجه كابتن علاء في اللياقه البدنيه. سبرنت جامد. استخدم كل عناصر اللياقه البدنيه بدءا من تحمل عام، تحمل سرعه قصوى في الكونتر اتاك، عمل كمان التمركزات الهائله جدا داخل منطقه الجزاء، بذل مجهود بدني كبير جدا جدا امين عمر. انا بقول له 10 على 10، شوف الخطوه مفتوحه ازاي، متابع اللعب باستثناء الحاله الدقيقه 27، يمكن هو كان القرار يعني مخالف، ولكن انا بقول النهارده هو قدم مباراه ولا اروع. نشوف الحاله اللي جايه بعد كده. وهنا نشوف هنا المخالفه موجوده، هقف الحكم المساعد اسامه لطيف. احنا قلنا التكنيك بتاع الرايه والتعاون ما بين الحكم المساعد والحكم في الاخطاء القريبه كابتن ايمن اللي هي هنا، قلنا دايما لما يبقى فيه مخالفه لابد ان الحكم هنا المساعد بيساعد الحكم في الاخطاء القريبه، وبالتالي هنا كان التعاون تعاون ممتاز من اسامه عبد اللطيف
مع امين عمر. امين عمر لسه ورا ما جاش، لسه ورا ما جاش كابتن ايمن. أيوة. معايا؟ وهنا شاف الفاول والتكنيك صحيح ليه؟ رفع باليد الشمال وده على اللاعب اللي هو الحكم ما يتلخبطش. دي الحاله اللي هي عندنا تقريبا اخر حاله من حالات التعاون. تمام. عاوز اقول في النهايه تمام. دي كانت اخر حاله عندنا اللي هي تعاون الحكم المساعد مع الحكم. عاوز اقول النهارده طاقم التحكيم كابتن ايمن مر بشكل جميل جدا جدا من عمر والمساعدين، ولكن انا بعتب بس على حكم الفار لان امين ممكن تفاصيل اللعبه ما يشوفهاش. حاله طرد لابد ان كان الفار يستدعي الحكم، وكان لابد ان امين يروح يشوف زي لعبه اليو لما البنا راح شاف الحاله ورجع اشهر البطاقه الحمراء. ولكن باستثناء كده طاقم التحكيم ادى مباراه كبيره جدا جدا طبعا بتوفير التحكيم المصري وبتوفير لجنه الحكام. عاوزين الموسم الجاي ان شاء الله يكون في استعداد اكتر وتدريب اكتر على موضوع تقنيه الفار باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا كابتن ناصر، ابدعت كالعاده. وبنهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في ختام موسم 2019-2020. الف مبروك للنادي الاهلي، عقبال كل سنه ان شاء الله، وعقبال فاينل افريقيا باذن الله ان شاء الله نحتفل معا ان شاء الله. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم شكرا جزيلا كابتن شريف. شكرا كابتن ايمن والف مبروك وعقبال الجاي ان شاء الله يا رب. كابتن علاء مهيوب الف مبروك، نورتنا كابتن علاء. شكرا كابتن ايمن، وان شاء الله نجمع كده ونبارك لبعض في نهائي افريقيا يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه شرفتنا كابتن اسامه. شكرا وان شاء الله بالتوفيق في نهائي البطوله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن عادل المتميز كالعاده، شكرا كابتن عادل. حقيقه كابتن ربنا يكرمك. شكرا كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.